السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بالنسبه لليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوى اللي كتعجبني انا بزاف بزاف بزاف، خصوصا الدراري الصغار كيحماقوا عليها، ما يمكنش شي دري صغير ما تعجبوش. اليوم غادي نقدم لكم الفقاس نتاع الشكلاط. كنحتاجوا ليه 5 نتاع باكيت نتاع هيرنيس من الحجم الكبير، نصف باكيه ديال الشكلاط كحل، الزبده ليليه، نصف باكيه بيضه، وبالنسبه للتزيين كنحتاجوا الكوك. الباكيات ديال هيرنيس كنقبطوهم كنفرغوهم في هذا الاناء وكنبقاو نهرسوهم على هذا الشكل هذا، كله كنهرسو كاع الباكيات كلهم بهذا الشكل هذا. حاولوا تهرسوه رقيق باش ملي كنكونوا كنجمعوهم باش كيسهل عليكم تشكلوهم على شكل حريبلات متوسطين. المهم كنكملوا الفيديو ديالنا بهذا الشكل هذا حتى كنساليو هيرنيس كامل، وكنكون انا ديجا دايره قبل حمام مريم كندوب فيه الزبده وكندوب فيه الشكلاط. وبالنسبه للزبده كنحتاجو الزبده ليليا، كنفرقوها على جوج نص ديال النصف ديال الكميه. بغيتو تدوبلو المقادير كندوبلوهم بجوج، كنديرو 10 ديال الباكيات ديال هيرنيس، جوج بيضات، وباكيه ديال الزبده ليليا كامله، وباكيه ديال الشكلاط كامله. كنخويو ديك الزبده اللي ذوبنا كنخويوها على هيرنيس تاعنا مزيان، وكنبداو نخلطو. خص ضروري شي حد يكون كيصور ليكم باش ما تعذبوش بحالي، صراحه انا تعذبت انا ملي كنصور وكنزيدو هنايا بيضه وكنحركو مزيان، كنزيدو بيضه وكنحركو مزيان باش ديك الخليط يدخل في بعضياتو. ومني كنحسو بالخليط دخل كنقبضو كنزيدو ديك الشكلاط اللي ذوبنا في حمام مريم. كنعاود نقولها لكم، كنحتاجو نص باكيه ديال الشكلاط فقط في 5 الباكيات ديال هيرنيس. كنخلطو مزيان، بعد ما خلطنا وندمج ديك الخليط مزيان مع بعضياتو كنخليه شويه، مع الدار عندي شويه انا شويه سخونه، كنخليه شويه يشد راسو ديك جوج دقائقات هكاك، وكنقبطوه في ميكا ديال بلاستيك غذائي كنفرقوه وكنبقاو نشكلو على الشكل على هذا الشكل هذا، على شكل بحال كنديرو الشكل ديال الفقاس. بعد ما كنش نتحكموا في الشكل ديالنا مزيان كنحربلوه في ديك الكوك. الكوك شريو من الحجم ماشي الغليظ، هذاك اللي رقيق شويه ميدم بهذا الشكل هذا. بالنسبه انا بغيت ندير السلوفان، ما يمكنش تخدمي به هكا، اضطريت نخدم بالميكا، يعني كتجيني فيها جاتني فيها الخدمه احسن بخاتيك. هانتوما كنلوي على هذا الشكل هذا، كنلويه مزيان وكنزيدو نجمعوه باش كتحكموا فيه مزيان، وكنستفو هكا، ومن بعد كنستفو فاش كنسالي كامل كندخلهم الكونجيلاتور وكنكمل بهذا الشكل هذا على ما نسالي كل شيء. يعني هاد الكمية ما كتعطاش بزاف، مهم انا حاولت ندير معكم غير هاد الكمية قليلة، وانتوما كتبقى عينكم ميزانكم عجباتكم كتطبلوا المقادير وكتجيكم شوية كتيرة. هانتوما تشوفوا معايا دابا من الاول كندير بهذا الشكل، كنحاولوا نشكلوه بيدينا على شكل على هذا الشكل هذا، على شكل ديال الفقاس بالضبط. هاد الحلوه متاكده انا بانها غادي تعجب كاع الولادات الصغار، كاع اي ام عندها ولادات صغار في الدار غادي ولادها غادي يحماقوا على هاد الحلوه هادي. انا بعداك ما يمكنليش نصوبها في الدار وما تسالاش، حيت هي الوحيده اللي كيبغيوها في الدار بزاف بزاف الولادات الصغار.
المهم غادي نكمل بهذه الطريقه هذه حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. المهم كيجيونا خمسة ديال خمسة ولا ستة. المهم بعد ما ساليت هذه هي الكميه اللي كتجينا من ديك النسبه خمسه ديال الهرنس. ما كتجيش كميه كثير، ملي كي تبارك الله ملي كنقطعو كيجي كيحطو كيجي الشكل ديالو زوين بزاف. المهم بعد ما دخلتو للثلاجه على ما يبردوش الطراسو مزيان كنجبد وكنبدا نقطع بهذا الشكل هذا. كنشكلو كنحربلو على شكل فقاس وكنقطعو بالشكل ديال الفقاس. انتي بغيتي، انا كيعجبني الحجم صغير هكا، يعني انتي الا كنتي باغا تحطيه للضياف، انا بالنسبه كنحطوه غير للدراري الصغار ولا بيناتنا هكا في الدار. بالنسبه ملي كيكون جاي شي حطاف ولا شي حاجه كنزيد شويه في الحجم تاع السيجار، كندير شكل كبير وفي التقطيع ديالو كنقطعوه على الشكل ديال الفقاس، كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. وانا متاكده بانكم الا جربتوا هذا الفقاسة ديال الشكلاط ما غاديش تخطيوه من داركم مره واحده اخرى. من بعد ما ساليت التقطاع ديالو كيجي الشكل ديالو هكا. المهم كيجي لذيذ 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 بزاف صراحه الله. ومن بعد هالطريقه الشكل النهائي ديالو كيجي لذيذ بزاف بزاف. وكنتمنى يعجبكم وتدعموني، ولا عجبكم الفيديو خليوا لي تعليق، ولا بغيتو